أعزائي التلاميذ، عزيزي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها لكم. درسنا اليوم أعزائي التلاميذ خاص بمادة الرياضيات مستوى السنة السادسة الابتدائي، امتحانات واختبارات تجريبية قصد الاستعداد للامتحان لآخر السنة. تابعوا معي واستمعوا. إذا درسنا اليوم الرياضيات المستوى السادس الابتدائي، اختبار رقم 2. سبق لي أن قدمت لكم الاختبار رقم 1 مع التصحيح، اليوم سنقدم الاختبار رقم 2. إذا أولا نبدأ بالأنشطة العلمية. الأنشطة العلمية عندنا أولا ضع منشط العمليات الآتية 10 ديال النقط. إذا عندنا أولا عندنا العمليات قسمة ضرب ناقص زائد، كل واحد خصنا له الخانة ديالو. إذا غادي ندير عملية القسمة هنا عمودية، والعملية ديال الضرب عمودية، والعملية ديال الطرح عمودية، والعملية ديال الزائد عمودية. هذا هو ما نسميه بضع العملية وانجزها، بمعنى ضع العملية عموديا وانجز عملية وليس افقي. نعم، 8 رقم 2، رتب الأعداد الآتية أو التالية تزايدية. رتب، عندما نقول رتب حسب السؤال، هل هناك هل السؤال تزايديا بمعنى من الأصغر إلى الأكبر أم تناقصيا من الأكبر إلى الأصغر؟ إذا عندنا هنا تزايديا بمعنى تزيد، فأنت من الصغير إلى الأكبر. إذا هذا هو الرمز ديالي. إذا عندي الأعداد 0.521، 5.120، 2.105، 12.50، 0.125، 1.250. واحد النقطة اللي هي مهمة، أن بعض الأعداد هذه الأعداد العشرية نلاحظ أن وراء الفاصلة ثلاثة الأرقام، وبعض الأعداد فيها رقمين. راه ما تيعنيش أن هذاك اللي عنده ثلاثة الأرقام راه كبير على اللي عنده جوج أرقام، لا، غادي نزيد صفر. إذا عندي ثلاثة الأرقام في واحد من وراء الفاصلة ولا في فيه جوج، نزيدو صفر باش يوليو عندهم ثلاثة الأرقام، باش يمكن نقارنهم. إذا سنبدأ من الأصغر، إذا هو هذا هو الرمز، ثم العدد الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم السادس، من الأصغر إلى الأكبر. أولا نقارن الجزء الصحيح، وإذا كان الجزء الصحيح متساوي، إذا كانت الأجزاء الصحيحة متساوية، نبدأ في مقارنة الأعداد العشر، الجزء العشري ابتداء من رقم العشر، ثم جزء المئة، ثم جزء الألف. مسألة، وفر أحمد 5000 درهم. أحمد تيوفر في الحصيلة في الحصالة ديالو أو في غرفته بعض النقود شهريا أو يوميا إلى أن وصل إلى أن حصل على 5000 درهم. الوقت اللي جمع فيها 5000 درهم مشى شرا حاسوب بي سي أورديناتور ب 2750 درهم، وشرا شاشة الشاشة ديال بي سي ب 700 ما نسميه بالفرنسوية ليكرون 780 درهم، ثم اشترى طابعة اللي هي ما نسميها بلامبريمون ب 620 درهم. إذا عرفنا المشتريات ديالو، وعرفنا الثمن ديال كل جميع المشتريات. إذا السؤال الأول، احسب الثمن الإجمالي الذي أداه أحمد، غادي تعطينا هاد المشتريات اللي شرا أحمد شحال خلص فيهم كاملين، ما هو الثمن الذي أداه في المجموع. إذا هذا السؤال الأول. إذا هنا راه مفهوم السؤال، العملية التي سيقوم بها راه باينة. ثانيا احسب المبلغ الذي بقي عنده. إذا حيت تلقى هنا الثمن ديال المشتريات ديالو، وانت عارف بان عنده في الجيب ديالو 5000 درهم، اذا شحال غادي يبقى له ديال الفلوس في الجيب ديالو بعد ما شرا الحاسوب الطابعه والشاشه؟ اذا ما هو المبلغ الذي بقي معه في جيبه؟ اذا هذا هو الجواب ديال المساله. اذا تابعونا، ثانيا عندنا أنشطة القياس 13 نقطة. أولا اكتب
الوحدة المناسبة، الوحدة المناسبة أمام كل عبارة. إذن عندما نقول الوحدة بمعنى الكيلومتر، المتر، السنتيمتر، المليمتر، وهي وحدات قياس الطول. أربعة نقط. طول 5 رشيم، رشيم ها هو هذا، شحال القمة ديالو بمعنى شحال عندو من هنا حتى لهنا. 1.75، واش غنقولو 1.75 كيلومتر، 1.75 متر، 1.75 سنتيمتر، 1.75 ملم. إذا أنت غادي تفكر شكون هي الوحدة المناسبة اللي غتتبع. طول نهر الأمازون، نهر ديال الأمازون معروف في أوروبا، يمكن في أوروبا على ما أظن. المهم أن هذا النهر هذا هو أكبر أنهار، إذا عندنا 6690. شنو غادي يكتب المال؟ هو 6690 متر، و 6690 سنتيمتر، و 6690 مليمتر، و 6690 كيلومتر. هذا النهر هذا راه يعتبر أكبر أنهار أمازون معروف في خارج المغرب، فهو يوجد خارج المغرب وليس داخل، لا يوجد حتى في أفريقيا، إذن هناك قارة أخرى يمكن أوروبا أو آسيا. طول كتاب الرياضيات، طول كتاب الرياضيات 27، تعرف واحد الكتاب ديال الرياضيات شحال الطول ديالو؟ هو 27 كيلومتر، و 27 متر، و 27 سنتيمتر، و 27 مليمتر. أنت غادي تفكر الكتاب اللي بين يديك شحال الطول ديالو، ثم السمك ديال الرياضيات، هذا الكتاب ديال الرياضيات السمك ديالو بمعنى العلو ديالو، ماشي الطول ماشي العرض، السمك شحال غلي الغض ديالو؟ 8. إذا شكون هي الوحدة المناسبة فهاد؟ واش المليمتر، واش السنتيمتر، واش المتر، واش كيلومتر؟ هذا بالنسبة للوحدة المناسبة. ثانيا حول، حول إلى الوحدة المطلوبة. عندنا 3 هكتومتر 57 متر، غادي تحولها لنا للمتر، بمعنى غتحول هكتومتر زائد هكتومتر للمتر، وتعاود تحول 57 متر غتبقى متر، غدير عملية ديال زائد بيناتهم، تعطينا الجواب 25 ديكامتر شحال فيها من كيلومتر؟ الوحدة كيلومتر أكبر من ديكامتر، 0.45 ديكامتر، ديسيمتر 0.45 شحال فيها من مليمتر، ثم 8.6 كيلومتر شحال فيها من ديكامتر. هنا إلا كنتي حافظ الجدول مزيان راك غادي تجاوب بدون استعمال الجدول، وإلا ما كنتيش متيقنش منه غادي ترسم الجدول قدام في الورقة وغتقوم بعملية ديال التحويل ثم الجمع ديال الأعداد. إذا هذا ما يتعلق بالتمرين ديال الأنشطة، أنشطة القياس، وتابعوا الشرائح. ثم ننتقل الى التمرين رقم 3، رتب الاطوال الاتيه. اذن هنا تناقصيه بمعنى من الاكبر الى الاصغر. اذن عندنا 300 سنتيمتر، 33 ديكامتر، 30 هكتومتر، 3300 مليمتر، 3.3 كيلومتر، 303 ديسيمتر. باش تحول هكا مباشره راه غادي ترتكب خطا، لانه ما غاديش تكون متيقنش شكون اللي كبير، هو السنتيمتر واش الهكتومتر واش الكيلو. إذا هنا باش نتفاداو هذا المشكل هذا غادي نحولو إلى وحدة واحدة، مثلا غادي نحولو للسنتيمتر. إذا هذا غادي يبقى في بلاصتو، هذا خصني نحولو للسنتيمتر، هذا نحولو للسنتيمتر، هذا نحولو للسنتيمتر، هذا نحولو للسنتيمتر، ثم هذا نحولو للسنتيمتر، باش تكون عندنا نفس دوي الوحدة. في هذه اللحظة هذه غادي نقدر نرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. غادي نعرف شكون هو اللي كبير ونرتبهم في الوسط، ثم في الجواب نكتب هاد الوحدات هادي، نكتب هاد الوحدات على حساب التحويل اللي لقيت، مفهوم؟ هذا هو التحويل، ماشي تحول السنتيمتر وترتب ليا هادوك اللي هو تيب السنتيمتر، لا، غير تعرف بأنه 33 ديكامتر راه تتساوي مثلا ديكامتر للمتر، ديسيمتر للسنتيمتر، غتزيد 3.33 ألف. إذا 33000 إذا كانت هي اللي كبيرة ما غاتكتبليش 33000 سنتيمتر، غاتكتبلي 33 ديكامتر، لأنه متساوي. تمرين رقم 3 عن الأشكال الهندسية، ها؟ الأشكال اللي في الجيومتري، تحتاش النقطة، لاحظ الشكل الآتي ثم حدد. أربعة نقاط باش تجاوبنا على هذا السؤال، مستقيمين متوازيين، غاتقلب من هنا على مستقيمين متوازيين. إذا هنا عندي مثلا عندي هنا D
1 وعندي هنا دي 2 وعندي هنا دي 3 وعندي هنا دي 4 واحد هذا هو المستقيم مستقيم زين غتحدد لي شكون هما المستقيمين المتوازيين غتستنى الاسم ديالهم هنا و مستقيمين متعامدين و متعامدين بمعنى يكونان زوايا قريبة طيب. هذا فيما يتعلق بالسؤالين الاربعه النقط بمعنى جوج النقاط جوج النقاط ثم السؤال رقم جوج في الاشكال الهندسيه لان عندنا رقم واحد في الاشكال الهندسيه رقم جوج وكملوا الجدول بالرسم المناسب اذا زاويه حاده بمعنى غنقسم لي زاويه حاده زاويه قائمه هنا زاويه منفرجه ثم زاويه مستقيمه اذا بالرسم المناسب ها قسمنا زاويه حاده سنعرفوا بان الزاويه الحاده عدد الدرجات هي اقل من 90 درجه الزاويه القائمه 90 درجه الزاوية المنفرجة أكثر من 90 درجة ثم الزاوية المستقيمة اللي هي فيها 180 درجة ثالثا أنشئ مستطيلا ABCD بحيث AB 4 سنتيمترات وBC إذا غادي نفسر واحد المستطيل ها كما تلاحظوا ABCD اللي فيه AB ها هي 4 سنتيمترات ثم BC بالقوس يجب ان تكون الزوايا قائمه والمسطره او البقع اذا هنا نستعمل اما البقع او القوس مع المسطره اذا هذا هو الدرس ديال اليوم هو اختبار تجريبي حاولوا تجاوبوا عليه مزيان تفكروا لانه هذا الاختبار سيساعدكم فهو اعداد لاجتياز الامتحان ديال اخر السنه وسنواصل ان شاء الله في المستقبل جميع الاختبارات وبالفرنسيه وبالرياضيات الى ان تنتهي السنه الدراسيه ان شاء الله بالتوفيق لكم جميعا. اتمنى لكم التوفيق والى الحصه المقبله ساقدم لكم التصحيح لتتاكدوا من اجوبتكم وما هو عدد النقاط التي حصلتم عليها لكي نصحح في المستقبل بعض الاخطاء. اتمنى لكم التوفيق والى درس مقبل ان شاء الله.